السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده والفيديو اللي جاي هيبقوا أسئلة عن الجافا سكريبت، والأسئلة الغالبة اللي ممكن تتسألها في إن شاء الله الانترفيو بتاع الشركة عن الجافا سكريبت. طبعا مش هنقدر نغطي كل الأسئلة، لأن طبعا كل واحد يكون ليه في الشركة هيكون ليه طبعا أسئلة ممكن يكون هو اللي عاملها من خبرته، فطبعا دي هتكون صعبة الواحد يجيبها يعني. فأنا هجيب لك الأسئلة اللي ممكن تتسأل في الأول، وممكن أسئلة برضو أنا جايبها من خبرتي اتسألتها على مدار الشركات اللي اشتغلت فيها، أجيبها لك برضو أوفرها لك في الفيديوهين ده. الفيديو ده هنسأل أسئلة بسيطة في الأول، والفيديو الجاي هيبقى فيه أسئلة يعني الفيديو ده فيه بيزك وانترميديت، يعني بسيط وصعب شوية، وقصدي ومتوسط، والفيديو الجاي هيكون متوسط وصعب بإذن الله، بحيث يكون ملم بكل حاجة إن شاء الله. طيب نبدأ واحدة واحدة على بركة الله ونشوف الأسئلة اللي معانا في الفيديو ده. اول سؤال معانا سؤال ممكن بعضكم يستهيفه، بس الفكره كلها وانت اصلا في الانترفيو، يعني السؤال ممكن يكون بالنسبه لك تافه جدا، لكن من الخوف وانت في الانترفيو مش هتعرف تجاوبه. ده حصل لي طبعا في اول وتاني شركه، اللي هو السؤال بالنسبه لي انا عارفه بس مش عارف اجاوبه من رهبه الانترفيو. ده بيحصل لك في اول انترفيو او تاني انترفيو، هكذا لحد ما تتعود على الانترفيو. فأيا كان السؤال حتى لو هايف بالنسبة لك، جاوبه بطريقة انت واثق فيها، عشان اللي بيعمل لك الانترفيو يكون الراجل ده فاهم وكويس ويقدر يشتغل معانا بإذن الله. طيب نبدأ عشان ما نطولش كتير. قال لي ايه هو الديفرنس بتوين الاتنين يساوي والتلاتة يساوي؟ قال لي باختصار شديد جدا الاتنين يساوي، انا بقارن الفاليو، بمعنى عندي فار اكس بيساوي 5 وفار واي بيساوي 5. جيت اسالك هل الاكس بتساوي الواي في الحاله بتاعتي دي؟ لان انا بقارن الفاليو القيمه، الاكس فعلا بخمسه والواي فعلا بخمسه، فساعتها في الحاله دي هتطلع لي فعلا ترو. طب لو جيت قلت لك الاكس بتساوي الواي، قال لي المره دي بقارن حاجتين، بقارن الفاليو والتايب، بمعنى الفاليو الاتنين فعلا بيساوي رقم 5. طب نوع الخمسة دي ايه الطيب بتاعه؟ قال لي ده نوع نمبر. طب النوع بتاع الكلمة دي نوع سترينج، الداتا تايب بتاعتنا العادية خالص نمبر وسترينج وبوليان والحاجات دي. فقال لي الاكس دي قيمتها بخمسة والواي دي قيمتها بخمسة، والاتنين الداتا تايب بتاعتهم او الطيب بتاعهم نمبر. في الحالة دي ساعتها التلاتة ايكوال فعلا هترجع ترو، لانها بتشوف حاجتين، القيمة بتاعتك والطيب بتاعك النوع. لو القيمة متساوية وكمان الطيب اللي هو النمبر الاتنين من نفس نوع النمبر، خلاص الاتنين قصدي من نوع نمبر، خلاص يبقى كده التلاتة ايكوال هتشتغل. طب لو عملت لك كده، لو جيت قلت لك ان الخمسة دي الواي دي بخمسة بس ما بين دبل كوتس اصبحت سترينج، ففي الحالة الاولانية هترجع برضو ترو. ليه؟ لان الاتنين القيمة خمسة، ما بقارنش انا دلوقتي النوع، ماليش دعوة بالنوع. في الاتنين يساوي قال لي اول واحدة قيمتها خمسة وتاني واحدة برضو القيمة خمسة، انا بشوف القيمة في الاتنين بيساوي، ماليش دعوة بالنوع. طب في التلاتة يساوي قال لي لا بقى، الاكس هي خمسة ومن نوع نمبر، اما الواي برضو قيمتها خمسة لكن النوع بتاعها سترينج، فساعتها دي هترجع لي للأسف فولس. تمام جدا، ان شاء الله تكون واضحه. نخلي بالنا من نوع الاسئله دي، عشان برضو ساعات فعلا ممكن يجيب لك اسئله رخمه شويه زي الحاجات اللي هنشوفها كمان شويه. طيب تمام جدا، شكرا على كده. نيجي بقى لتاني سؤال. تاني سؤال بيقول لك ايه هو الفرق ما بين الليت والفار؟ قول لي الفروقات ما بين الليت والفار. قال لي باختصار شديد جدا، قال لي الاتنين بعمل بيهم متغيرات عادي خالص، يعني اقدر اقول var x بيساوي كذا، واقدر اقول let y بيساوي كذا، مفيش اي مشكله، الاتنين بكريت بيهم متغيرات. طيب ايه بقى الفرق ما بينهم؟ قال لي باختصار شديد جدا الفار حاجه اسمها بيحصل لها هويستنج، يمكن شرحناها في الكورس بتاع في الفيديوهات اللي فاتت في الجافا سكريبت شرحناها، بس هنقولها تاني. فكره الهويستنج ان انا لو جيت قلت لك لوج للاكس وبعد كده عرفت اكس بيساوي خمسة بس باستخدام الفار، قال لي الفار بيحصل لها هيستنج، يعني ايه؟ بتتعرف في الطب بتاع الصفحه، التعريف بتاعها اللي هو ده كده بيتنقل للطب بتاع الصفحه، هنفترض ان الطب بتاع الصفحه هنا فبيرجع كده او بيعمل لي كده فار اكس ويسكت، وبعد كده يجي يقول لي في السطر اللي انت عامل فيه انيشياليزيشن بيكتب لك الانيشياليزيشن بتاعتك.
تاني الفار بيحصل لها هويستنج. يعني ايه هويستنج؟ يعني التعريف بتاع المتغير اللي انت معرفه بطريقة الفار بيطلع في الطب بتاع الصفحة، فأصبح الكونسول لوج دي هترجع لك حاجة اسمها undefined. انت معرفه بس مش مديله قيمة، فاوتوماتيك بيساوي undefined. على عكس تماما الليت، يعني لو جيت عرفت السطر ده كده ليت اكس بيساوي 5، ساعتها هقول لك الاكس دي، يقول لك ايرور الاكس مش متعرفه. ليه؟ لان الليت مش بيحصل لها هويستنج، يعني مش بيتم فيها انها تتعرف في الطب بتاع الصفحه، لا الفار بس اللي بيحصل لها هويستنج، اما الليت لا. طيب تمام. تاني حاجه معانا، قال لي الليت حاجه اسمها بلوك سكوب، يعني اخرها بس بدايه الكوز بتاعها واخرها نهايه الكوز. بمعنى ان انا لو عامل كوز كده مثلا وقلت لك ليت اكس بيساوي 5، وجيت عملت لك لوج للاكس بره هنا كده، لوج دي يعني كونسولت لوج، لوج للاكس دي كده هيقول لك undefined، هيقول لك قصدي ايرور، انا مش شايف الاكس معناها ايه. ليه؟ لانها بلوك سكوب، يعني بدايتها كوس واخرها كوس. اما الفار قال لي حاجه اسمها فانكشن سكوب، بمعنى لو انا جيت عملت كده قلت لك فانكشن مثلا اسمها تيست مثلا، وجيت قلت لك كالتالي، قلت لك كده مثلا var، نسيبنا بقى من النت دي كده، قلت لك كده var x بيساوي 5، وفتحت لك قلت لك اف كده، اف ان مثلا ترو مثلا، يعني ترو مكتوب غلط، وقلت لك كده let y بيساوي 6، وعملت كده بره الاف، عملت log للاكس وعملت log للواي، وجيت عرفت مثلا فار هنا في مثلا بتساوي او تي بتساوي 5، وجيت عملت لك هنا لوج برضو للتي بتاعتنا. حتى لو انت شفت الكود كده من الايديتور بتاعك ممكن يفهمك ايه اللي متعرف وايه اللي مش متعرف، او ايه اللي هيجيب ناتج وايه اللي مش هيجيب ناتج. باختصار شديد جدا الفانكشن اسمها او الفار اسمها فانكشن سكوب، بمعنى انها متعرفة دايما على مستوى الفانكشن حتى لو كانت جوه بلوك اخر، بمعنى ان البلوك ده موجود صح، والتي دي متعرفة بطريقة الفار، برضو التي دي اقدر اكسسها على مستوى الايه الفانكشن بتاعتي. ليه؟ لان بيحصل فكرة الهوستنج، الفار هيحصل له فكرة الهوستنج فيتعرف في الطب بتاع البلوك بتاعه، التوب بتاع البلوك مش ده. ليه؟ عشان انت عارف وفي دماغك ان التوب بتاع الفار عبارة عن فانكشن، يعني متعرفة في البلوك بالنسبة للفانكشن، فدي اسمها بلوك، يعني ده كده الفار تي هتطلع في التوب بتاع الفانكشن بتاعتك، اسمها فانكشن سكوب. لكن اللي اخرها من بدايتها من هنا لحد هنا، عشان كده الفرق ما بينهم. تاني اكتب معايا يا ريت، الفار حاجه اسمها فانكشن سكوب، الليت حاجه اسمها بلوك سكوب. كلمه بلوك يعني في قوس وفي قوس نهايه، القوسين دول الليت متعرف فيهم بس، اما الفار لا هي متعرفه في فانكشن سكوب، حتى لو كانت متعرفه دي كده اسمها بلوك، لا هي شايفه بس الايه الفانكشن سكوب. فساعتها لو جيت عملت اللوج للحاجات دي، الاكس هتطبع عادي خالص ب5، التي هتطبع عادي خالص ب5، اما الواي هتطبع بايرور. ليه؟ لان يقول لك الواي مش متعرفه. ليه؟ لان دوره حياه المتغير اللي اسمه واي ما بين هذا القوس الى نهايه هذا القوس. ليه؟ عشان متعرف بطريقه الليت. ان شاء الله تكون وضحت. باختصار تاني، الفار فانكشن سكوب بتعرف على مستوى الفانكشن نفسها، او طبعا لو انت معرفها في جلوبال بالشكل ده هيبقى متعرفه على مستوى الابلكيشن كله، اما الليت متعرفه على حاجه اسمها البلوك سكوب. لو انت معرف الليت دي في الفانكشن هنا كده، ليت مثلا واي بيساوي 6 بالشكل ده، اصبح البلوك بتاعها عباره عن بدايه الكوس ونهايه الكوس بتاع الفانكشن، فاقدر اكسس اي مكان. لو متعرفه جوه كوس كده فاضي خالص الليت هنا، يبقى الليت بدايتها من هنا ونهايتها هنا. لكن لو الفار متعرفه هنا، يبقى برضو الفار على مستوى الفانكشن كلها. ان شاء الله تكون وضحت بامر الله. تمام جدا جدا. نيجي للسؤال اللي بعد كده، قال لي الفرق ما بين الكونست اند، بيقول لي الفرق ما بين
كونست وإليت واحدة واحدة باختصار. قال لي الاتنين بيتفقوا مع بعض في حالة ان هم مش بيحصل لهم هويستنج. يعني ايه هويستنج تاني؟ يعني مش بيتم رفع التعريف للطب بتاع الصفحة بتاعتك او للطب بتاع البروك اللي انت فيه. طيب كلام جميل. لو انا جيت قلت لت اكس بيساوي 5 وكونست واي بيساوي 6، قال لي في الليت اقدر اعمل اكس بتساوي 6، اقدر اعمل حاجه اسمها ريديكلاريشن تاني، اقدر اعمل ري انيشياليزيشن. بعتذر، بقدر اعمل ري انيشياليزيشن، اقدر اكتب تاني، يعني اقول له الاكس تاني بيساوي 6، فانا غيرت الكلمه الاولانيه فالليت هتشتغل عادي. اما الواي لا، الواي لو جيت عملت الواي بيساوي 7 يقول لي غلط، الكونستانت بيتم تعريفه مره واحده فقط، ما اقدرش اغير القيمة دي. يبقى تاني الفرق ما بينهم، الاتنين متفقين في حالة ان هما اقدر ما يقدروش يتعمل لهم هوستنج، لكن اللي انت اقدر اعمل لها حاجة اسمها ري انيشاليزيشن، اما الكونست لا. بالاضافة الى ان الكونست لو كان عبارة عن مثلا الري، قال لي الري اقدر اغير فيها. كلمة تغير مش معناها ان انا بقول له كده مثلا تي بي ساعه ري تانية، لا، لما تيجي تضيف لي الري بستعمل البوش، اقدر استعمل البوش ده ولو مثلا ضيف لي في الاري 1 او ضيف لي في الاري كمان 2 عادي. انت كده بتضيف جوه حاجه انت معرفها قبل كده. فقال لي الكونستنت اقدر اعمل كده عادي، بس خلي بالك لنوعين داتا تايب فقط اقدر استخدم فيهم الكونست بالشكل ده، ان انا اقدر اضيف للقيمه بتاعته اللي هو ايه، اللي هو الداتا تايب الاري والداتا تايب الاوبجكت. الاوبجكت والاري اقدر لو عاملهم بالكونست اضيف للايه للقيمه ثانيه، او يعتبر عشان نقربها لينا يعني ان انا بغير في القيمه، ينفع عادي في حاله بس الاري وفي حاله الاوبجكت. ليه يا باشمهندس؟ عشان دول حاجه اسمها ريفرنس تايب، بمعنى ان هم ليهم مكان كده، او المكان اللي في الميموري بتاعتهم بيكون ليه رقم تاني. فكره الكونست مع مع الاري ومع الاوبجكت هي الحاله الوحيده اللي انا اقدر اضيف ليها او اتعامل ليها. ليه؟ عشان الريفرنس تايب. هسيبك تدور شويه يعني عن الريفرنس تايب، والفيديو الجاي هنتكلم عن الريفرنس تايب بتفصيل جامد شويه في الاسئله اللي هي باذن الله هتكون الادفانسد ان شاء الله. طيب كلام جميل، عرفنا الفرق ما بينهم، الليت والكونست ما بيحصلهمش هوستنج، الليت بقدر اعمل لها ري انيشاليزيشن، اما الكونست لا، بقدر اعمل ري انيشاليزيشن في حاله ان الكونست كان اري او اوبجكت. تمام جدا جدا. قال لي ايه هي الطرق اللي ممكن اعمل بيها كونفرت من السترينج الى نمبر، بمعنى ان انا عندي var x بيساوي رقم بالشكل ده، عايز احول الرقم ده الى نمبر، هو ده سترينج بس قيمته نمبر، القيمه رقم لكن النوع سترينج. فقالك عندك ثلاث طرق تقدر تعمل بيهم الايه، تحول الكونفرت السترينج لنمبر. اول طريقه عندي فانكشن اسمها parseInt، دي بتحول لي السترينج الى نمبر، يعني هيطلع لي في الاخر ان ده طلع 12 كده من غير دبل كوتس. تاني طريقه قال لي بتحط علامه البلس قبل المتغير بتاعك، يعني اقول له بلس اكس، معناها دي كده باختصار برضو زي بالظبط الاكس دي اختصار للبارسينت، اختصار البارسينت ان انا اقول له زائد فيعمل لي برضو كونفرت السترينج ده لنمبر، او استخدم الميثود الجديده اللي اسمها نمبر برضو. يبقى سواء استخدمت الميثود دي بارس انت، او استخدمت النمبر نفسها، او استخدمت البلس، الثلاثه بيحولوا الى سترينج الى نمبر. كلام جميل جدا. ايه هو الفرق ما بين البوم والضم؟ اختصار شديد جدا، الضم هي الدوكيمنت. يعني ايه دوكيمنت؟ يعني صفحه ال HTML، صفحه ال HTML بتاعتك دي، صفحه ال HTML اللي فيها الاليمنت بتاعتك، ان انت تقدر توصل مثلا تقول له هات الاليمنت اللي واخد اي دي، هات الاليمنت اللي واخد كلاس، مش عارف هات لي الكوري سيلكتور بتاع الاليمنت الكذا وهكذا. دي صفحة ال HTML، الدوكيمنت يعني صفحة ال HTML. أما البوم يعني الويندو، البراوزر بتاعك، أو ممكن نسميها البراوزر. البراوزر اللي هو صفحة البراوزر بتاعك، اللي هو البراوزر نفسه ده اسمه البراوزر. إن أنت ده مثلا تقول له عايز ال href بتاعت البراوزر، عايز مثلا أعمل حاجة في البراوزر معين، مثلا أقول له مثلا window.console أو الكونسول بتاعتنا، عايز أعمل حاجة معينة مثلا أقول له لما يجيب ال URL لو كان في كذا أعمل كذا والحاجات دي، عايز أتحكم في السكرول، أتحكم في السكرول يبقى ده الويندو بتاعتك وهكذا.
الفرق ما بينهم الدوكيمنت يعني صفحة ال HTML والويندو قصدي او البوم هي صفحة البراوزر، والاثنين عبارة عن اوبجكت، الاثنين عبارة عن اوبجكت. فيجي مثلا واحد مثلا في الانترفيو يسألك يقول لك هو مين، يعني لو قال لك كده السؤال ده رخم شوية، هل يقول لك كده، هل الويندو، ويندو هل الويندو تحت الدوكيمنت ولا الدوكيمنت تحت الويندو؟ بمعنى مين الاكبر من الاخر يعني؟ قال لي الاكبر هي الويندو، الويندو هي الاكبر وتندرج تحتيها الدوكيمنت، الويندو دايما هي اللي بتكون الاكبر وجزء من الويندو هو صفحه ال HTML. عرفت منين؟ مش انت لما تيجي بتكتب حاجه في ال HTML بتظهر في الحته البيضه دي، فاصبحت الويندو كل حاجه من اول الماوس كده من فوق خالص لحد تحت خالص، الويندو من فوق خالص لحد تحت خالص، والدوكيمنت جواها اللي هي الحته البيضه دي، ما الحته البيضه دي صفحه HTML، لما تكتب حاجه هتظهر في الحته البيضه دي، فاصبح الويندو هي الاكبر جواها الدوكيمنت بتاعتك. كلام جميل جدا. اوبس. طيب ان شاء الله تكون وضحت. نيجي اللي بعده، ايه الفرق ما بين النل والانديفايند؟ قال لي باختصار شديد جدا، لو انا قلت فار اكس ماسك الاكس على طول وسبته كده، قال لي اوتوماتيك اوتوماتيك الجافا سكريبت بتدي له قيمه بيساوي انديفايند. انت ممكن تكتب عادي تقول له اكس بيساوي انديفايند نفسك، بس الطريقه دي بس راكس ما ينفعش خالص، ما يفضلش تعملها خالص. لكن لو انت عايز تقول له اكس كده فاضي الاول وبعد كده اكس بيساوي 5، فهو اوتوماتيك في الران تايم بتاع الجافا سكريبت قال لك الاكس بتساوي انديفايند، وبعد كده عملنا ري انيشاليزيشن تاني الاكس بتساوي 5، فاوتوماتيك من غير ما انت تكتب الاكس نفسها او اي متغير لو ما اديتلوش قيمه قيمته بانديفايند. على عكس تماما لو كان الفار بيساوي 5 مثلا وانت عايز تفضيه، عايز تفضيه وتقول له انت مش بتساوي حاجه، فبقول له الاكس بيساوي نل. نل ده عباره عن ان انت بتكتبها بايدك بنفسك، ان انت تقول له فضي لي هذا المتغير، خليه فاضي تماما عشان هبدا احط حاجه فيه جديده. ده الفرق ما بينهم، الاندفايند بتتحط اوتوماتيك من الجافا سكريبت، اما النل لازم تكتبها انت بنفسك، انت بتقول له فضيل الباشا ده ما تخلوش باي حاجه عندك خالص. تاني فرق ما بينهم قال لي التايب اوف، فانكشن اسمها التايب اوف، التايب اوف اندفايند قال لي النوع بتاع اندفايند برضو اندفايند، ده نوع كده في الجافا سكريبت، داتا تايب اسمها اندفايند اللي هو مش متعرف، كلمه مش متعرف يعني انت عامل متغير ومش مديله قيمه. طب على عكس تماما التايب اوف النل، قال لي التايب اوف نل يعني اوبجكت، النل دي نوع من انواع الاوبجكت. ده الفرق ما بينهم، الانديفايند من نوع الانديفايند، اما النل من نوع اوبجكت. الانديفايند بتتحط اوتوماتيك من الجافا سكريبت، اي متغير انت ما اديتلوش قيمه قيمته بانديفايند، لكن لو هو واخد قيمه وانت عايز تفضيه بنفسك فبتقول له بيساوي نل. تمام جدا جدا. ده سؤال برضه رخم شويه في ال جافا سكريبت، اللي يقول لك هل الاريه الفاضيه بتساوي الاريه الفاضيه للوهله الاولى؟ ان انت ممكن تقول اه، زي بالظبط لما اقول لك الاثنين بتساوي الاثنين، اه فعلا الاثنين بتساوي اثنين، الاثنين قيمتين زي بعض بالظبط. اما ده قال لي فكرته باختصار زي ما قلنا من شويه ريفرنس تايب، نتكلم عنها باختصار. قال لي ريفرنس تايب يعني بيروح الاريه ده كده يتعرف في الميموري عن طريق حاجه اسمها اندكس او مكان الميموري بتديها له او رقم بيديها له، زي مثلا الشقه بتاعتك ليها عنوان معين، شقه صاحبك ليها عنوان معين، كل واحد في شارع معين او في رقم معين. فقال لي الاري ده هنفترض ان الميموري اديته رقم 1 1 2 4 5، والاري الثاني اللي هو بيساوي الاري ده هنفترض ان الميموري اديته مثلا قيمه وليكن 5 6 مثلا 9 8 7 مثلا. فلما تيجي تقارن ما بينهم انت مش بتقارن الاري دول، انت بتقارن الاندكس بتاعهم اللي هو الرقم بتاعهم اللي الميموري حطاه، فهل الرقم ده هو الرقم ده؟ لا طبعا، فعشان كده بيدي لك فولس. دي فكره الريفرنس تايب، ان الميموري بتدي لك اندكس او مكان لكل الاوبجكتس او الحاجات اللي هي متعرفه بالريفرنس تايب، اللي هم مين؟ اللي هم الاري والاوبجكت. تمام جدا جدا. فساعتها دي كده هتطلع لك فولس. نفس الكلام لو جيت قلت اوبجكت بيساوي اوبجكت برضه هيطلع لك فولس. ليه؟ لان كل واحد ليه اندكس او ليه مكان مختلف في الميموري. حلو الكلام. يجي يقول لك ايه الديفرنس بتوين او ايه هو الفانكشن نيمد وايه هو الفانكشن اكسبريشن. ممكن تكون سمعت عن النيمد، هي العاديه خالص، الفانكشن نيمد هي الفانكشن العاديه خالص، فتقول له فانكشن اكس بيساوي ايه، بس فانكشن اكس عاديه كده خالص، دي اسمها
ثلاث حاجات بيسموها ثلاث حاجات في الجافا سكريبت. حاجه اسمها فانكشن نيمد، يعني فانكشن عاديه خالص اسمها كده فانكشن نيمد، او فانكشن ديكلاريشن. الفانكشن عاديه خالص اسمها فانكشن ديكلاريشن، دي اسمها فانكشن ديكلاريشن، او فانكشن تراديشنال اللي هي الفانكشن العاديه كترجمه جوجل، يعني تراديشن يعني عادي فاسمها فانكشن تراديشن. فالثلاث انواع دول هم الشكل اللي قدامك دول، النيمد والتراديشن والديكلاريشن العاديه دي خالص. اما الفانكشن اكسبريشن هي طريقتها بطريقه المتغير، بمعنى ان انا اقول له كونست مثلا او ليت او افار او اي حاجه var x بتساوي واكتب كلمه فانكشن بتاعتي. تمام، ما اتفضلش، ممكن نسمي ده x1 وده x2، فاصبح الدي اسمها كده الفانكشن نيمد او الترديشنال فانكشن او الفانكشن ديكلاريشن، ودي اسمها الاكسبريشن فانكشن. هي فانكشن متعرفه كانها متغير، لان ده متغير، ده فانكشن كده var x بيساوي المتغير ده انا قيمته بفانكشن. تعالوا نعمل هنا لوج ل x1 مثلا، ونعمل هنا لوج ل x2 مثلا. لو جيت تنادي الاثنين الفرق ما بين المناداة الاثنين واحد، مفيش فرق ما بينهم. لو جيت ناديت الاولاني تقول له x1 عادي خالص، جيت ناديت الثاني تقول له x2 عادي خالص، لكن الفرق ما بينهم لو انا جيت ناديت الاثنين دول قبل ما اعرف الفانكشن. هنا تعريف، ده اسمه تعريف فانكشن وده اسمه كولينج فانكشن، بتنده الفانكشن بتاعتك. قال لي في الحالتين دول لو انت جيت ناديت x1 هتشتغل وتطبع لك فعلا x1. ليه؟ لان الفانكشن العاديه او الفانكشن نيمد اسمها العاديه او النيمد او الديكلاريشن بيحصل لها هويستنج. يعني ايه هويستنج؟ يعني بتتاخد كده من هنا وتتعرف في الطب بتاع الصفحه. هنفترض ان هنا الطب بتاع الصفحه، فالفانكشن عاديه بيحصل لها هويستنج وتتعرف في الطب بتاع الصفحه، على عكس تماما الباشا ده هيقول لك ايرور مش فاهم يعني ايه اكس 2. الفانكشن اللي متعرفه بطريقه المتغير او الفانكشن اللي اسمها اكسبريشن مش بيحصل لها هويستنج. يا باشمهندس دي فار، ايوه بالظبط، ده كده فار، فار هيتعرف فوق، لكن مش هيقول لك القيمه بتاعته ايه، هيقول لك undefined. سوري undefined، تعالوا نجرب عشان لو انا عملت كده ورحت للباشا ده هيقول لي وانسبكت كده عشان نجرب x1 و error بالظبط كده، هيقول لك error x2 is not a function. ان انت بتنده x2 ده، x2 مش function، انت ده متغير مش function. فساعتها هيقول لك الاكسبريشن فانكشن مش بيحصل لها فكره الهويستنج بتاعتك. كلام جميل جدا، لان انت كده انت ده اسمه x2 بس لان ده متغير، فانت بتنادي x2 كانه function، لا ده مش function، ده متغير والفاليو بتاعته عباره عن function. يبقى تاني الفانكشن عادية بتعرف بالشكل ده، الفانكشن اكسبريشن بتحطها كانها متغير. تاني فرق ما بينهم، الفانكشن عادية بيحصل لها هويستنج، اما الفانكشن اللي متعرفها بالمتغير او الاكسبريشن مش بيحصل لها هويستنج. نعمل كومنت للكلام ده. طيب بيقول لك سؤال كده سريع جدا، طبعا ده ممكن ناس ترخم بيه، لان الاغلب طبعا انا كواحد مثلا مش مضطر احفظ الحاجه دي، انا مجرد هاخد السؤال ده كده كوبي واحطه على جوجل يجيب لي الاجابه بتاعته على طول. بس ممكن ناس من اللي بيعملوا انترفيو يرخموا كسؤال زي ده، معلومه عامه يعني، يقول لك ازاي احدد، ازاي تحدد الاو اس بتاع الماشين بتاعك، تعرف ازاي يعني تعرف منين نوع الاو اس بتاع الاوبريتنج سيستم من خلال الجافا سكريبت. اول عندك اسمها نافيجيتور دوت اب فيرجن، باختصار شديد جدا. كلام جميل جدا، نيجي بقى لشويه التفكير شويه ككودينج كده بسيط، تلات اربع اسئله كده كودينج ممكن يكونوا مستوى متوسط او تحت المتوسط بشويتين. طيب لو انا جيت قلت لك كده اعمل لي لوك ليه واحد اكبر من اتنين اكبر من تلاته، الوهله الاولى هتقول لي ايه؟ فولس. الوهله الاولى هتقول لي فولس، هل الواحد اكبر من اتنين؟ لا. هل الاتنين اكبر من تلاته؟ لا، فهيطلع فولس. انا مش بقارن كده، انا مش بقارن كده. طب لو جيت قلت لك كده هل الواحد اقل من الاثنين اقل من التلاتة؟ هتقول لي ايه؟ الواحد اقل من الاثنين. طب هل الاثنين اقل من التلاتة؟ يعني ده طلع لي ترو، هتطلع لي ترو؟ لا مش هتطلع ترو، هتطلع فولس. طب نفهم بقى ايه اللي بيحصل. قال لي في الحالات دي، في الحاجة دي كده، قال لي بقارن اتنين اتنين، بمعنى هل الواحد اكبر من الاثنين؟ غلط. هل الواحد اكبر من الاثنين؟ غلط. يعني الجزء ده كده هيطلع لي كلمة غلط، وكلمة غلط في الجافا سكريبت يعني فولس أو صفر. فولس أو صفر، ففولس يعني كلمة صفر. هل الصفر أكبر من التلاتة؟ لا، يعني دي هتطلع لي فولس.
انا بقارن كده في الجافا سكريبت، امسك اتنين اتنين، هل الواحد اكبر من الاتنين؟ لا، يعني كلمة فولس، كلمة فولس يعني ايه؟ يعني صفر. هل الصفر بقى اكبر من التلاتة؟ لا، يعني كل الاكسبريشن ده هيطلع لي فولس. طيب كلام جميل. طب نيجي هنا بقى، هل الواحد اقل من الاتنين؟ اه فعلا الواحد اقل من الاتنين، يعني كلمة ايه؟ يعني كلمة ترو. طب كلمة ترو يعني ايه؟ يعني واحد. هل الواحد اقل من التلاتة؟ اه، فيطلع لي في الاخر فعلا ترو. تعالوا نجرب كده اهو، سيب كل حاجة زي ما هي كده وسيف، واروح هنا واعمل ريفرش، هتلاقي اول واحدة فولس وتاني واحدة فعلا ترو. ليه؟ لان هنا واحد اكبر من اتنين غلط، كلمة غلط يعني صفر، صفر اكبر من التلاتة فطلع لي فعلا فولس. طب نيجي للتانية، هل الواحد اقل من الاتنين؟ اه، كلمة اه يعني واحد، هل الواحد اقل من التلاتة؟ اه، فطلع لي ترو. ان شاء الله تكون وضحت. نيجي على اللي بعد، نيجي بعد السؤال ده ممكن يكون رخم شوية. هعمل لوك للصفر اور الواحد. لو انا عملت كده، كده انت بتقول له الصفر يعني صفر يعني لا، او واحد، فهيلوج لك ايه؟ تعالوا نشوف، هيلوج لي الواحد. ليه؟ لان انت بتقول له هنا علامه الاور، وقلنا الاور في حاله ان الاور في واحد فولس وفي واحد ترو، الاور هتمر فيتنفذ لك الترو فعلا عادي خالص. فانت بتقول له لوج لي صفر يا اما واحد، فهيلوج لك الواحد. طيب نشوف النقطه الثانيه، لو جيت قلت له كده لوج الواحد اور الاثنين، ده ترو وده ترو، فساعتها هيلوج كام؟ خمن كده، لو جاي نشوف كده برضو بفتح ده ريفرش، هيطبع لي برضو واحد. ليه؟ لان انا بقول له، لان انا هنا بقول له لو ده ترو، كلمه لوج واحد، واحد يعني ترو او اتنين، هنا دي او اتنين، فخلاص انا اول واحد قابلته صح فهعمل له لوج. الاور بتمشي كده، اللي انا قابلته صح الاول هعمل له لوج، لكن لو في حالة ما قابلته غلط بشوف التاني، والله لو صح هطبع، لأنها اسمها أنا آسف جدا، لأنها اسمها أو، يا ده يا ده. في حالة إن الأول اللي قابلته صح هطبعه، في حالة إن الأول اللي قابلته غلط والتاني صح هطبع التاني، عشان اسمها أو. طب نشوف النقطة التالتة، صفر أند أند اتنين أو تلاتة، أيا كان الرقم. هنا بقول له الاتنين، أنا بقول له دلوقتي صفر وكمان الاثنين، ده فولس وده ترو، واحنا عارفين ان الاند في حاله ان في حاجه منهم او مكان منهم او الكونديشن الاول او الكونديشن الثاني غلط، يبقى الاند كلها غلط. فالكونديشن الاولاني ده صفر يعني فولس يعني غلط، يبقى كل ده يطلع غلط يعني صفر. او لو انا عملت كده فتحت الباشا ده هيطبع لي صفر. ليه؟ لان احنا عارفين ان الاند لازم الاثنين كونديشن يكونوا ترو عشان ينفذ جوه الاند، فساعتها ان ده غلط وده صح، فمعنى كده ان لو في واحد منهم غلط في حالة الاند يبقى كل الكونديشن بتاعي غلط، يبقى دي هترجع لي فعلا صفر او فولس. طب لو جيت قلت كده بقى اخر مرحلة، ده ترو وده ترو، هيطبع لي ايه؟ هيطبع لي ترو. طب هيطبع لي واحد ولا اتنين؟ هو الغريب ان هو هيطبع لي اتنين. ليه بقى؟ لان في الحالة دي عاملة زي الاف بالظبط، بمعنى الترجمه بتاعت واحد اند اند اتنين معناها كده اف ان الواحد، اعمل لي لوج للاتنين. اختصار التلات سطور دول بتاع الاف، السطر اللي فوق بتاع الكونسول ده كده، بقول له كده، كده بقول له كده، بقول له في حاله ان اول حاجه ده تروسي يعني لو ده صح نفذ لي اللي بعد الاند. امتى بقول كده؟ في حاله ان الاند يعني ما بينها رقم صح ورقم صح، او ما بينها قيمتين ترو، فساعتها القيمة الأولانية بتعتبر كونديشن، بقول له في حالة إن ده صح نفذ لي ده، في حالة إن ده صح نفذ لي ده. زي مثلا لما أجي أقول له كده فار إكس بيساوي خمسة مثلا، وعايز أقول له كده في حالة إن الإكس، هل في إكس مثلا، اعمل لي لوج مثلا لكلمة دبليو مثلا، فبدل ما أكتب كده بقول له كده لوج لو في إكس اطبع لي الدبليو. دي معناها كده باختصار، لو في اكس او في حالة ان ده صح نفذ لي ده، في حالة ان ده صح نفذ لي ده. طب لو في حالة ان ده غلط، شكرا، هيرجع كل حاجة غلط. ممكن انفذ نفس الفكرة دي هنا كده، في حالة ان ده غلط خلاص مش هنفذ حاجة. امتى ينفذ ده؟ في حالة ان ده صح. فانت ممكن تنفذ الكونديشن ده على كله، يعني تترجم الباشا دي كده الاف كونديشن، تعال نترجم دي الاف كونديشن، فاقول له اهو لو زيرو
اند اند 2 معناه ايه؟ اف 0 لوج انا اسف اف 0 اعمل له ايه؟ اعمل لي لوج للاثنين. فهل الاثنين هتشتغل؟ لا طبعا ولا هتشتغل ولا اي حاجه. اعمل لي لوج للاثنين. طب في اللي بعديها بقول له اف 1 اعمل لي لوج للاثنين. اه صح هيعمل لي لوج للاثنين لان الواحد معناه ترو. يبقى انت لو وحدت عشان ما تتلخبطش، لو وحدت اللي قبل الاند دي معناها الكونديشن بتاعك هينفذ اللي بعد الاند. في حاله ان الصفر يعني لا فخلاص مش هنطلع الاثنين، هيطلع صفر. في حاله ان الواحد اه الواحد يعني ترو يعني نفذ لي اللي بعد الاند يعني اطبع لي الاثنين. ان شاء الله تكون وضحت. نيجي لاخر سؤال ويمكن ده من السؤال رخم شويه. بيقول لي فار الاي بتساوي البي وفار البي بتساوي الاي. رخمت السؤال في الرموز، رخمت السؤال في الرموز مش اكتر. وفار السي بتساوي اوبجكت الكي بتاعه 2 والفاليو بتاعته بي. وفار الدي بيساوي اوبجكت الكي بتاعه اسمه ايه والفاليو بتاعته اسمها 5. فهو بيقول لي اعمل لي لوج، لوج الاي للسي اوف اي. نمشي واحده واحده محدش يتلخبط، نمشي واحده واحده. السي بتاعتي اللي هو مين؟ اللي هو ده. بقول له سي اوف اي يعني سي اوف الاي بتاعتي اللي هو مين؟ اللي هو الرمز ده كده. فاخد ده كوبي كده، انا اسف، سي اوف اي فاللي هو ده قصدي قصدي فاللي هو ده تمام. سي اوف الرمز اللي هو الاي ده ترجمته اللي هو السترنج اللي اسمه بي. فانا بقول له كده اطبع لي السي اوف بي. فيروح يشوف السي هل في كي، هل في كي جواها اسمه بي؟ اه. والفاليو بتاعته 2. فانا بقول له هات لي السي اوف بي يعني اطبع لي الاثنين. ما هو احنا عارفين ان لو عندي اوبجكت مثلا فار، عشان الناس ما تنساش الاوبجكت بيساوي وليكن في كي اسمه ايه بواحد وكي اسمه بي باتنين، ولو عايز اوصل اطبع قيمه الاي فبقول له كده اوبج دوت اي او اوبج اوف اي بالشكل ده، يا اما اكتبها كده يا اما اكتبها كده، الاثنين بيطبعوا فكره القيمه بتاعه الاوبجكت اللي انت عايزه. فانا هنا بقول له سي اوف بي، فهل فعلا في كي اسمه بي؟ اه فعلا، فهيطبع الاثنين. تمام جدا. طب لو قال لي بقى دلوقتي اعمل لي لوج للدي اوف بي، فهنيجي نشوف الدي بتاعي اللي هو الاوبجكت اوف البي اللي هو مين؟ اللي هو الاي. البي قيمته بايه؟ فهل في فعلا كي اسمه ايه جوه الاوبجكت اللي اسمه دي؟ اه. قيمته بكام؟ بخمسه، فهيطبع لي فعلا هنا خمسه بالشكل ده. طب اخر واحد بقول له كده اطبع لي سي اوف بي، السي اللي هو الاوبجكت اوف بي اللي هي مين؟ اللي هي الاي. هل فعلا في كي اسمه ايه جوه الاوبجكت اللي اسمه سي؟ تاني، هل في كي اسمه ايه جوه الاوبجكت اللي اسمه سي؟ لا، مفيش غير كي اسمه بي. كي وبي والحاجات دي بتلخبط شويه، ركز في الكلام معلش. هنا بقول له هل في كي اسمه ايه جوه الاوبجكت اللي اسمه سي؟ هنا في كي اسمه بي فقط، فما فيش ايه، فهيرجع لي يقول لي مش فاهم ده معناه ايه. ان شاء الله تكون وضحت. رخامه السؤال في الرموز لو كان كاتب لك مثلا ده بيرسون وده مثلا برودكت كده هتفهمها بسرعه جدا، لكن السؤال ده بيعتمد على اللخبطه في الرموز عشان تتلخبط مش اكتر. فهنا ايه قيمته بسترنج اسمه بي، والبي قيمته بسترنج اسمه ايه، والسي عباره عن اوبجكت في كي اسمه بي والفاليو بتاعته باتنين. لو انا عايز اوصل لده اوصل له بطريقتين، سي دوت بي او سي اوف بي بالشكل ده. لو عايز تجيب القيمه اللي جوه السي او الكي اللي اسمه بي اللي موجود جوه الاوبجكت اللي اسمه سي بكتبه كده سي دوت بي او سي اوف بي. فهنا بيقول لي اطبع لي السي اوف بي اللي هي كام؟ اللي هي الاثنين. بس هو كتبها لي بالطريقه دي سي اوف اي، والاي انت عارف ان قيمته بسترنج بي فترجمته سي اوف بي بالشكل ده اللي هي مين؟ اللي هي الاثنين. نفس الكلام هنا لو عايز اوصل للاي هقول له دي دوت اي او دي اوف اي. فهنا بيقول لك اطبع لي الدي اوف بي، فانت عارف ان البي قيمته بسترنج ايه فتبدل البي بقيمه السترنج اللي اسمه ايه، فيطلع لك ده في الاخر اللي هو مين؟ اللي هو قيمته الخمسه. طب اخر واحد السي اوف بي، مفيش حاجه اسمها كده، اقول له كده اللي هو سي اوف بي، البي اللي هو مين؟ السترنج اللي اسمه ايه، فمفيش كي اسمه ايه جوه السي، فيطبع لي ايرور او يقول لي اندفايند مش متعرف الباشا ده بمعنى ايه. تمام جدا جدا. ده كده اسئله الفيديو الاولاني. اي نعم ممكن السؤال ده يكون رخم، السؤال ده يكون رخم، السؤال ده برضه يكون رخم، لكن بعض الاسئله سهله وبعض الاسئله متوسطه شويه. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى متوسط ورخم عشان يكون لمنا معظم الحاجات او غالبيه الحاجات باذن الله.
أتمنى يا رب يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.